اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي يستكمل مناقشاته مع موسيماني بعد عودته يوم الجمعه القادم. ناقش الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عبر برنامج زوم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في بعض الامور الاداريه والفنيه الخاصه بالفريق. وذلك في حضور مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم برئاسه ياسين بيه منصور والكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ولجنة التخطيط التي تضم كل من كابتن محسن صالح كابتن زكريا نصف. لم يتم استكمال مناقشة بقية الأمور في اجتماع اليوم نظرا للحالة الصحية لموسيماني والذي أفاد أنه سوف يعود للقاهرة الجمعة المقبل، ويكون هناك اجتماع آخر عقب وصوله لاستكمال المناقشات استعدادا للمرحلة القادمة. طيب، تفاصيل مشاركة الأهلي في منتدى الحوكمة الرياضية. قبل بس ما أقول الخبر ده، القادم يحتاج إلى الهدوء، اللي جاي يحتاج إلى الهدوء. أنا شخصيا وكتير جدا من الأهلوية اللي بيكلموني واللي بنتواصل مع بعض على كل مواقع التواصل الاجتماعي، زي ما قلت لحضراتكم، بيقولوا لي دايما احنا ثقتنا كبيره جدا 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 في مجلس ادارتنا، وبالتالي مجلس الاداره هو اللي بيتخذ القرارات الواجبه والصالحه واللي في صالح النادي الاهلي فقط لا غير. مفيش حد يعني جمهور ما يقدرش ياخد قرار، انا ما اقدرش اخد قرار، المسؤولين في القناه ما حدش يقدر ياخد قرار، اللي بيقدر ياخد قرار هو مجلس اداره النادي الاهلي فقط لا غير. احنا دايما كجمهور، وانا اتعودت من حضراتكم دايما على كده، ان جمهور الاهلي دايما في ظهر ادارته فقط. ما عندوش حاجه تانية.